تمام مظبوط. طيب السلام عليكم جميعا، عرفت نفسي الأول. أنا اسمي عبد الله المليجي، رابعة ميكانيكا باور وكده هندسة القاهرة. تمام، أنا البروجكت بتاعي تيربو ماشينري مع دكتور جلال ودكتور شادي. هو أنا كنت عايز الحقيقة أحضر لكم سلايدز يعني، بس هو الموضوع جه فجأة، لسه حافظ كان مكلمني امبارح بس ممكن ابقى اعمل يعني سكويز وممكن ابقى اقفل كويس. انا الحقيقه الاول عايز اسمع منك، انا عايز اعرف انتوا تعرفوا ايه الاول على يعني، انا عايز اسيرفي على الدور العادي. حد ممكن تفهم معايا تقريبا؟ هو احنا في الحقيقه باشمهندس عندنا، بس مشكله من كتر المجالات اللي عندنا، ففي حيره كبيره قوي ما بين ال 16 موضوع اللي قلنا، يعني مش عارفين نختار ما بينهم. احنا بنختار مشروع التخرج على اساس ايه اصلا، وهل علاقه بالشغل بعد كده ولا لا؟ بص، هو موضوع الاختيار ان انت تختار له مشروع تختار على اساس ايه، بتبقى على حسب شخصيتك انت، او انت محتاج ايه يعني. في ناس بتختار البروجكت على اساس التقدير، يعني هو الغالب ان هو كله يجيب فيه تقدير كويس، بس في ناس بتحب تختار حاجات بسيطه بحيث ان هو يبقى الدنيا بسيطه معاه طول السنه. يعني مثلا المعظم بيتجه للاتش باك لان هو مش هيشتغل كتير، فكله بيتجه للتدريب. يعني هتلاقي ثلاث ارباع الدفعه مثلا داخله تدريب كتير مع دكتور فؤاد او كده الكلام ده فيه، فالتكييف مثلا هتلاقي معظم الدفعه متجهه ليه. حاجه زي التيرمو ماشينري دي مش كتير بيخشوا علشان هو الموضوع متعب شويه. في برضو التحليه مع دكتور احمد حامد، البروجكت ده السنه دي يعني كذا حد دخل فيه. فزي ما بقول لك، في الاول والاخر هي بترجع لك انت محتاج ايه. يعني في حد مثلا بيبقى عايز يتعلم حاجه جديده بحيث ان هي تنفعه بعد كده، في حد يبقى عايز السنه تبقى ما يبقاش فيه ضغط من مشروع التخرج عليه طول السنه، فبيختار حاجه بسيطه. فاهم قصدي؟ طيب تمام. عامة انا هبتدي اكلمكم عن حد عارف يعني ايه تربو ماشينري؟ طيب عامة يعني لما اقول لك تربو ماشينري ايه اول حاجه تيجي في دماغك؟ هي زي الحاجات اللي هي المعدات زي الكمبريسورز والتيرباينز والحاجات اللي هي بتشتغل في محطات الباور بلانتس والحاجات دي. بص، هو التربو زي ما زميلنا قال كده، التربو ماشينري عامة هي أي ماشين بتحول من طاقة لطاقة. يعني مثلا لو اتكلمنا عن الكمبريسورز أو البامبس، هي بتحول الطاقة الميكانيكية لطاقة إيه؟ فلويد. بتدي الطاقة، بتحول الطاقة من الطاقة الميكانيكية بتحول للفلويد، إن هي يا إما على هيئة بريشر يا إما كينيتيكال. تمام؟ لو جينا نتكلم على حاجة زي التربينز مثلا، فهي بتعمل العكس، هي بتاخد الطاقة من الفلويد بتديني بيها طاقة إيه؟ ميكانيكية. تمام؟ فده التربو عشان الاختصار. البروجكت مع دكتور جلال، احنا كان البروجكت بتاعنا عباره عن بامبس سنتريفوجال. الديزاين بقى نفسه، يعني احنا بنعمل ديزاين للبامب نفسها مع دكتور جلال ودكتور شادي. في كذا حاجه يعني، في مثلا ناس بتاخد في جزء سيليكشن، في البامبس اللي هو في حاجه اسمها البامب ستيشن، انت بتعمل ديزاين للمحطه نفسها. احنا اخترنا ان احنا نعمل ديزاين للبامب نفسها مش للمحطه. المحطه اللي انت بتشوف المحطه مثلا البريشن، انت خدته بايب لاين ولا لسه؟ اعتقد خدته بايب لاين. لا لا ما خدناش لسه. تمام. عامه يعني اي فلويد بيبقى ماشي في المواسير فبيبقى فيه لوسز، فبحتاج زي بامب او كمبريسور او كده ان انا اتغلب على اللوس اللي موجوده في السيستم بتاعي. تمام. بس هو البروجكت ك ك كتيربو ماشينري هو تقيل شويه،
محتاج شغل بصراحة، يعني مش حاجة مثلا زي ما قلت زي اتش باك، الدنيا بسيطة شوية. في برضه كان دكتور شادي، كنا في الأول كنا ممكن نشتغل على أنسس، حد فيكم يعرف أنسس؟ سيموليشنز أو كده. ناخدوه الترم ده. هتاخدوا الترم ده؟ هتاخدوا ايه فيه طيب؟ بص احنا جايين ندردش، يعني مش جاي اديكم، مش جاي اقول كلمه، يعني جاي ادردش معاكم، مش هات ايه فانسز. هنشتغل عليه في السي دي، تمام. يعني يعتبر خدنا مقدمه بس عليه، يعني في جزء في ماده جديده اسمها السي اف دي، بندرس فيها مقدمه عن الانسس واستخدامات وكده. تمام، ده حاجه محترمه جدا. تمام بالظبط، هو انسس ليه مجالات كتير، وهو برنامج صعب ويمكن يعني رخم شويه، فهو يعتبر اكتر استخداماته في السي اف دي ار، يعني هو بيعمل لي زي سيموليشن للديزاين اللي انا عامله او اللي انا عايز اعمله. كنا هنشتغل فيه مع دكتور شاري، بس يعني الدنيا ما ظبطتش قوي، فاضطرنا ان احنا نكمل زي ما قلت لكم ديزاين للبامب نفسها. حبينا اكلمكم في ايه طيب؟ انا كنت ممكن اعمل شيء والفكرة بس يا باشمهندس، عايزين نعرف مجالات الشغل بعد التخرج، لأن احنا الموضوع ده في دماغنا جامد قوي. نختار ايه على أساس الشغل بعد كده ممكن، أو ايه أكتر من المجالات دي ليهم فرصة أكتر في مجال الشغل بعد التخرج يعني وكده؟ بص هو كشغل يعني، هو انت بتبص لها من ناحيتين، هل من ناحيه المجالات ان هو في فرص شغل وكده ولا لا، او لا، والناحيه الثانيه من ناحيه السالري. كسالري اقل حاجه بتبقى الاتش باك، بتبقى كتير. ليه؟ لان هو المجال سهل، فناس كتير بتتجه ليه، ويعني انا قابلت يمكن ناس مش مهندسين اصلا. كنت لسه شايف من شويه واحد خريج سياحه وفنادق تقريبا، وبيشتغل رسام، رسام مش عارف يرسم على الاوتوكاد والكلام ده. فهو المجال مش اللي هو هيبقى محتاج تبقى جامد قوي كدراسه او كتكنيكال من الاول. فزي ما بقول لك ده، في يعني في هتلاقي مجالات شغل كتير في الاتش باك او المقاولات عامه. التربو ماشينري قليله وصعب، يعني الاثنين، لان هو المجال تقيل شويه. لكن كسالري لو هتقارن ده بده، لا التربو ماشينري بيبقى اكبر شويه كسالري. مجالات الشغل ايه؟ في حاجه اسمها روتيتنج اكويبمنت انجينير، دي موجوده في شركات ايه؟ موجوده في شركات زي ام بي، شنايدر الكتريك، وسيمز، اكيد كلنا عارفين الشركات دي. في حاجه ثانيه اسمها ستاتيك اكويبمنت انجينير. الروتيتنج اكويبمنت انجينير دي انت يعني مثلا في ام بي الناس بتشتغل فيها، ان هو بيعمل سيلكشن للحاجه نفسها بقى، بيعمل سيلكشن مثلا للبامبس. انا مثلا عندي السيستم دلوقتي، فاختار مثلا البامب شكلها ايه، او الكمبريسور شكله ايه، او الكلام ده كله. هو يعتبر اهم حاجه في الشغل هي او اللي منتشر قوي هي البامبس، يعني لان اي حاجه او اي مجال اي مصنع الكلام ده لا يخلو عن وجود مضخه يعني. بس انا ممكن اقول حاجه. طيب بالنسبه للرينيوبل انرجي يا باشمهندس، حضرتك قلت السالري بتاع الاتش فاك وبعد كده السالري بتاع التربو، بس ما بالنسبه للإنرجي. وهل لو الواحد حابب يخلط ما بين مجالين مثلا، يعني حضرتك بتقول الاتش فاك ممكن ناخده دبلومه، هل لو حد فكر ان هو ياخد دبلومه في الاتش فاك ويبقى مشروع التخرج حاجه غير الدبلومه، دي فكره كويسه ولا فكره مش قد كده، ولا حد جربها وما ظبطتش معاه؟ بص هو مشروع التخرج في الاول والاخر هو مش حاجه عملاقه قوي ان انت يعني تشتغل بيها، فاهم قصدي؟ بس هي الفكره ان انت مثلا لو خدت مشروع تخرج مثلا في حاجه زي التيربو ماشينري وجيت قدمت في الشركه، فانت هتبقى عارف في فرق بينك وبين زميلك التاني، فاهم؟ يعني مثلا واحد اتنين بيقدموا مثلا، واحد جايب الاتنين جايبين جايب مثلا، والاتنين متساويين في كل حاجه، بس ده كان مثلا مشروع التخرج بتاعه التيربو ماشينري. فلما تبقى قاعد في الانترفيو هتبقى فاهم اكتر من الايه؟ من التاني، فاهم؟ لكن هو مش مشروع التخرج ما تفتكرش ان هو يعني هيضيف لك اللي هي الاضافه الرهيبه، يعني فاهم قصدي؟
انت كنت اتكلمت على رينيوبل انرجي، قصدك بتقول ايه بقى فيها؟ فكرة الدكاترة بتاع ذات نفسه وفكرة الشغل بتاع المجال ذات نفسه، لأن أنا بحثت على كذا شركة في لينكدين، بس في الحقيقة كل الشركات بره مصر، ولو في هنا في مصر قليلين قوي، وإحنا هنا في مصر أساسا موزعين بس، يعني مش بنصنع هنا أصلا رينيوبل إنرجي. هو مش في الهنيوي ايه، بس بص هو في مصر عامة انت يعني مش هتشتغل ديزاين قوي او تصنيع، اكيد مفيش تصنيع اصلا. ف هنا في مصر زي ما بقول لك، لو اشتغلت مثلا حاجه زي التيرمو ماشينري بتشتغل في سيلكشن، بتبعت للشركه تقول انا عايز المواصفات دي، لكن انت مش هتعمل ديزاين. ديزاين بقى والكلام ده هتطلع بره، هتشوف حاجه بره فرنسا، يعني اصلا بقى المشروع مصر نفسه، بره والكلام ده. نعم المشروع نفسه هيخليني اعمل سيلكشن بس، يعني هيأهلني ان انا اعمل سيلكشن بس. لا، هو المشروع بيعلمك ديزاين، انت دراستك في الكليه دي كلها بتعلمك ديزاين، كومبليت بتعلمك ديزاين يعني تصنيع، ان انا ممكن اصنع حاجة زي كده مثلا. او التصنيع بقى الاول ديزاين، يعني ولا كومبليت قصدك ديزاين. اه تمام. ثواني انا هحاول. أنا ممكن أعمل شير سكرين. هو عمرو فين؟ أكيد مش مسموح. أيوه ماشي يا عمرو. أنا ممكن أعمل شير سكرين يا عمرو؟ تقدر، أنا مخليك هوست تقريبا. بص أنا داخل باتنين، فأنت لو كده خلي عبد الله اللي يجي بقى اللي هو التاني. هو الميتنج هيفصل بعد 10 دقايق يا شباب. تمام يا باشمهندس، انا كده خليتك بوست دلوقتي. طب يا باشمهندس معلش برضه سؤال تاني، هو بالنسبة للدكتور شادي بقى، هل هيدينا محتوى علمي ولا الدنيا هتبقى وحشة ولا ايه؟ دكتور شادي قصدك سي اف دي يعني؟ عموما يعني هنطلع من المشروع الدنيا كويسة وفاهمين وعملنا حاجة، ولا هيبقى مش متعاون شوية، ولا ايه نظامه؟ هو دكتور شادي كسي اف دي هو يعني حد تقيل في المجال، حد كويس. هو اداك دكتور شادي اداك السنة دي حاجة؟ أو أنتوا خدتوا معاه حاجة؟ لا لا، السنة دي لا، السنة اللي فاتت خدنا معاه فلويد ميكانكس. آه، هو دكتور جلال المفروض إن هو كان داخل معانا في النقطة بتاعة السي اف دي، بس لما قررنا إن إحنا ما ناخدش سي اف دي يعني، فكملنا بقى مع دكتور جلال. لكن هو مش بشهادتي أنا بس يعني، بشهادة كل الناس، إن هو دكتور شادي حد تقيل يعني في مجال السي في دي يا عم. ثواني انا هفتح لكم حاجه. شايفين حاجة كده؟ اه تمام يا باشمهندس. وانا يا باشمهندس برضه بمسك ماشين معينة، هي دي اللي بعمل عليها مشروع ولا عموما؟ لا انت بتبتدي
حاجه معينه. اه ما يعني ما ينفعش مثلا تعمل بامب وتربين مع بعض. هي بتبقى هي الفكره يعني عامه، او هي البروسيجر نفسها. هو نفس الموضوع بس الفرق بقى ابلكيشن. اه هي البروجكت بتاعنا دبل سكشن، دبل سكشن بام. انت ما خدتوش تيربو ماشينري صح؟ لا لسه السنه الجايه. تمام. بص انا فاتح لكم الكتاب اللي شغالين منه ده، مثلا الامبيلر ديزاين. حد عارف الامبيلر؟ اه بيعمل ايه؟ هو بيبقى في منطقة نيجاتيف بريشر عند السكشن، وفي ريلاتيف فيلوسيتي على البليد نفسها، فبيحصل دلتا بي، فبيحصل فلو. ازاي يعني ايه نيجاتيف بريشر؟ عند السكشن التربين دي بتلف، فالبليد دي ليها زي ريلاتيف فيلوسيتي، بيحصل زي ريلاتيف فيلوسيتي على البليد. هي بامب. فعند طيب بصوا هي بامب مش تربين. طب بصوا عامه يعني دي شايفين الصوره دي؟ تمام. ده كده الامبيلر. انتوا مش متخيلين طبعا، بس هي يعني فلو بيخش من هنا، بيخش اكسيال وبيخرج من اللي هي الفتحات دي، بيخرج راديال كده. متخيلين؟ اه تمام. دي برضو ده فيو تاني، الفلو بيخش هنا من هنا كده، ده سيكشن ليه اهو. يعني الفلو بيخش كده، ده الامبيلر بقى يعني، ده اهو شايفين المسار ده كده، تمام. ده الامبيلر. تمام. ده حاجه اسمها الفليوت اللي هو الكيسنج. الفلو بعد كده بيتجمع هنا. الامبيلر ده يعتبر اهم حاجه في الماشين دي. برضو نظره سريعه يعني عن الفلو ده كده. الامبيلر ده متهيألي في السنتريفيوجال بامب بس، ولا لاي نوع بامب؟ لاي نوع بامب ازاي؟ احنا بص احنا شغلنا كله على الـ على السنتريفيوجال بامب. اه بالظبط. ما هو في اكسل يعني، في اكسل بس اللي انا يعني في بص الديسبيسمنت بقى انت، لا مش يعني مش هندرسه خالص. احنا دراستنا كلها يا اكسيال يا يا سنتريفيوجال. هو الفكره تمام ماشينري ان هو بيديني فلوريت كتير وبريشر قليل، اوتبوت بريشر قليل. تاني كده فكره التربو ماشينري ان هو بيديني فلوريت كتير وبريشر قليل. فكره التربو ماشينري او الفلوريت من التربو ماشينري بيكون كتير متهيألي. لا لا بص هو ال في حاجتين، في زي ما قلت لك في اكسيال بامب وفي اللي هي سنتريفوجال. لو انت عايز حسب الابلكيشن بتاعك، لو انت عايز فلو كتير وهيد قليل بتختار اكسيال. تمام. لو انت عايز العكس، لو انت عايز هيد عالي وفلو قليل، فلو ريت قليل، بتختار السنتريفوجال. تمام. زي مثلا لو انت بتختار حاجه مثلا في الراي او كده، فانت مش محتاج هيد عالي، مش محتاج بريشر عالي، لكن محتاج فلو ريت عالي، فبتختار في الحاله دي اكسل يعني مثلا. وفي حاجات تانية اللي هو انت ممكن تحط كذا 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 بامب مع بعض، يا اما سيريس يا اما باريلل، على حسب الابلكيشن بتاعك. مالتي ستيج بالظبط. المالتي ستيج دي اللي هي السيريس، في بقى باريلل دي لو انت عايز الهيد عالي. تمام. ده الامبيلر ديزاين ده يعني انا هحطكم في الصوره شويه يعني علشان تبقوا متخيلين شويه الدنيا في البروجكت. ده الامبيلر اللي انا كنت كلمتكم عليه اهو، ده الفلو بيخش اكسيال اهو، بيخرج راديال. تمام. فدي البروسيجر يعني اللي ماشيين بيها، ان احنا هو الاول بيبقى معاك ثلاث حاجات، معاك الار بي ام. تمام. اهو حتى هو هنا كان في الاكزامبل ده كده، هو في حاجه رخمه كمان، انت بتشتغل جالون بير مينت وبالفيت
والحاجات اللي هي الامريكان دي، هتلاقي كل الشارتس وكل الحاجات دي مبنيه على كده. تمام. حد عارف يعني ايه، يعني حد عارف يعني ايه ديزاين اصلا من الاول خالص؟ يعني ايه ديزاين؟ يعني اما اقول لك مثلا عايز اعمل ديزاين اي حاجه عامه، مش شرط. انا بيبقى معايا مثلا فلو بروبرتيز، ومنها بجيب دايمنشنز وماتيريال. بيبقى معاك ايه؟ فلو بروبرتيز، بروبرتيز عايز احققها على الاوتلت مثلا لاي حاجه، وبعمل منها سيلكشن للجيومتري وللماتيريال. تمام، حلو بالظبط كده. يعني هو الديزاين يعني ان انت بتشوف الجيومتري بتاعك وبتعمل سيلكشن للماتيريال بالظبط زي ما زميلنا قال. ان انت ديزاين على اي حاجه بقى، مش شرط تيرموشينري بس. يعني في ناس بتوع انتاج برضو، هو لما بيجي يعمل ديزاين يختار الدايمنشنز والماتيريال اللي هتستحمل مثلا الستريس اللي هتبقى واقع عليه او الكلام ده كله. انتوا اكيد خدتوا ديزاين في تانية ميكانيك. تمام. مهندس اتفضل. هو انت بتصممه الامبلر دي اللي هي قصدك المروحه نفسها بتاعت البامب؟ بص احنا بنعمل ديزاين للبامب كلها، في بعد كده هوريك. ما قصدي يعني اهم حاجه اللي هي المروحه دي، قصدك هي دي الامبلر ولا ايه؟ هو انا مش عارف انت قصدك ايه بالمروحه بصراحه. يعني كلمه مروحه دي يعني الريش. الريش بالظبط، الريش. هي دي يعني ما هي الامبلر هو اللي من الديزاين، صح؟ نعم، هي دي المقصوده من الديزاين، ان هي الزاويه بتاعتها. انت بتعمل ديزاين للبامب كلها، يعني انت بتعمل ديزاين للكيسنج، يعني شايف الكيسنج دي بيتعمل له ديزاين برضو. انت بتشوف انت الفلو بتاعك قد ايه، ومحتاج الكيسنج. بقول لك هو مش عارف السؤال ده تجاوب عليه ولا لا. هو انت بقى ليه دخلت المشروع ده؟ ليه دخلت المشروع ده كمليجي يعني؟ هو ما كنتش حابب الاتش فاك بصراحه، او مش حابه يعني المجال زي ما قلت لك، مش بحب الحاجات اللي بيبقى عليها زحمه دي. تاني حاجة كشغل بعد كده المجال عاجبني، يعني كتربو ماشينري بعد كده الشركات يعني انا دورت على الشغل اكتر من ان انا بتبقى الحاجة سهلة، من ان انا اخش بروجكت سهل، فاهم؟ بس انت هتشتغل مثلا، وانت بتقول ما فيش صناعة في مصر، طب هتشتغل في ايه؟ سيلكشن مثلا؟ لا هو مش شرط تشتغل في مصر عامة، بس هو يعني انت ممكن تشتغل هنا وبعد كده يعني في حاجات كتير، في اختيارات كتير، فاهم؟ بس هو يعني يعتبر من كوجهة نظر يعني من المجالات اللي هي المحترمة كشغل بعد كده، او تمام مستقبل بعد كده يعني. بس باشمهندس، تربو ماشينري ولا رينيوبل انرجي؟ انت بتخدني ليه كده بس؟ تربو ماشينري ولا ايه؟ رينيوبل انرجي. تربو ماشينري ولا رينيوبل، من حيث الشغل يعني؟ بالظبط، فرص الشغل وكمان السالري. بص هو رينيوبل انرجي برضو يعني انا من سنه او من سنه ونص مثلا كنت مهتم بالمجال ده جدا، ودخلت كنت خدت كورس، كان كورس محترم يعني كده على كورسيرا، كان اسمه ويند انرجي، لان كنت عايز اخش مسابقه كده كانت بتتعمل في الدنمارك. ممكن حد منكم سمع عنها؟ لا. ماشي. المهم يعني كان في مسابقه كده بتعمل في الدنمارك، ان احنا بنعمل ديزاين لتربين، لويند تربين، بتعملها ديزاين بقى وبتبقى حاجه زي محاكاه يعني لتربين كبيره. فانا كنت مهتم بالمجال وكده، وفعلا خدت كورس، وكنا هنخش مع دكتور احمد ابراهيم، بس يعني الموضوع ما كملش. بس عامه يعني نعم سافر برضه. مين اللي سافر؟ هو سافر السنه دي على حظنا. دكتور احمد ابراهيم؟ فعلا مش عارف والله، بس لا يعني ما اعتقدش ان هو هيبقى في البروجكت، ممكن حاجه ثانيه ممكن، لكن مش هو المشروع ده. فهو السؤال كان ان انا اخترت لا السؤال كان ايه، معلش فكروني. ايه الفرق بين يعني ايه احسن، الريوبل انرجي ولا تربو ماشينري؟ بص هو الرينيوبل يعني ايه، مش مجال لوحده، او مش مجال ايه يعني. مثلا هديك مثال، الويند زي ما بقول لك هو عباره عن ان انت شويه فلويد ميكانكس على شويه
اللهم صل على النبي، حاجات من المواد اللي انت كنت خدتها في تانية، زي ما كنت قلت لكم من شويه ان انت بتعمل مثلا في ناس بتمسك ديزاين سي اف دي ان هي بتعمل ديزاين للريشه نفسها، في ناس بتعمل ديزاين للريشه كبيم بتشوف هي هتتحمل الاسترسز اللي عليها دي ولا لا. فلو انت كميكانيكا باور مثلا، فانت بتبقى شغلتك ان انت تعمل ديزاين للريشه نفسها، فاهم قصدي؟ فمثلا حاجه زي دي انا بكلمك مش في مصر يعني، الكلام ده يا جماعه مش في مصر يعني عامه، انا بكلمك ككله. بعد كده هاجي لك يعني على مصر شويه كده. فزي ما بقول لك ان انت كباور انت بتعمل ديزاين للريشه نفسها. بتاع انتاج بقى هو بيعمل ديزاين ان الريشه دي هتتحمل الاستريسز اللي عليها ولا لا، مش الريشه بس، الريشه والعمود مثلا اللي شايلها والكلام ده كله. في مثلا بتاع كهرباء هو بيعمل ديزاين للجنريتور اللي هو اللي هيحول الحركه الميكانيكيه للكهرباء. فزي ما بقول لك هو الموضوع مش علم لوحده، لا، انت الفكره ان انت بتاخد العلوم الثانيه دي يعني بتشتغل، فاهم قصدي؟ بتشتغل بيها. لكن كرينيوبل انرجي هو مش حاجه خاصه لوحدها يعني، انت ممكن تبقى شغال في حاجه وبتكمل عادي رينيوبل انرجي، فاهم قصدي؟ هو طب ايه راي حضرتك؟ يعني يبقى مشروع التخرج رينيوبل انرجي وبعد كده لو عوزنا اتش فاك او اي مجال تاني سهل ان احنا نخش فيه، ولا نتعمق الاول في الاتش فاك وان انا ابقى سهل ان انا احول رينيوبل انرجي؟ يعني ايه بالنسبه لي الاصعب ان انا ما اعرفش اتعلمه من بره ومحتاج الكليه هي اللي تعلمني البيزك بتاعه؟ هو الاصعب طبعا التيربو ماشينري يعني، الحقيقه الموضوع يعني التيربو ماشينري هو الاتقل كمان كماده، لما تطلعوا تاخدوها تلاقي الموضوع بايظ شويه في الدرجات او في التقييم عامه. يعني احنا كماده كتيربو ماشينري الترم الاول احنا شايلها حوالي 76 واحد، واحنا 180 اصلا، والباقي جايب مقبول او حاجات كده يعني. يعني المجال صعب شويه لان انت بتبقى طول يعني انت بقالك مثلا هتقعد 5 سنين في الكليه، الماده اللي هتبتدي تسمع عنها او تبتدي تشوفها في سنه رابعه، فاهم؟ هتبقى لسه حاجه عليك، فالموضوع هيبقى صعب شويه. التربو ماشينري بقى كماده هي اللي ساعدتك في المشروع، ولا المشروع هو اللي ساعد في الماده؟ لا، المشروع اللي ساعدني في الماده هو اللي ساعدني ان انا اهتم كمان. بعد كده انت لو دخلت يعني ان شاء الله البروجكت ده، بعد كده لما تيجي مثلا في اي مكان في بامبس او تورباينز هتبقى مهتم قوي بالمجال. يعني احنا مثلا عندنا الترم ده المعمل، ممكن حد يعمل لي هوست عشان اعمل شير سكرين؟ عمور فين؟ انا عملتك هوست يا باشمهندس. هو مش لا انا معاك اللي هو بليجي تاني اللي هو هكمل لكم في الـ في الـ في الـ في المعامل بقى. ففي انت بتخش المعمل فيه اكيد طبعا بامبس والكلام ده، فانا كنت مهتم قوي ان انا اعرف البامب دي مثلا اكسل ولا رادي ولا راديال او سنتريفوجال، التيرباين دي بقى امبولس ولا رياكشن، يعني هتبقى مهتم قوي بالمجال، فاهم قصدي؟ ايوه. لو انتوا نزلتوا تدريبات مثلا او الكلام ده، زي ما قلت لكم مفيش مصنع مثلا ما فيهوش مضخات. ف يعني لو انت لما تبقى مهندس ميكانيكا ممكن تلاقي واحد مثلا زنقك في سؤال بيقول لك يا باشمهندس البامب دي او المضخه دي نوعها ايه مثلا، فاهم قصدي؟ ما ينفعش مثلا تبقى سنتريفوجال تقول له ده اكسيال او مش عارف، في برضه بوزيتيف ديسبليسمنت. فاللي عايز اقول لك ان هي هيساعدك في المجال يعني. انا كان سؤالك ان انت منين تخش ايه هيبقى التحويل على الباقي اسهل. زي ما قلت لك الكاتيربو ماشينري انت لو ما اتعلمتهاش في الكليه كويس لما تخرج مش هتبقى مهتم بالمجال، لان هو المجال صعب يعني، مش هتهتم ان انت ترجع تدرسه تاني او تشوفه تاني. انا كده بقيت وسط. ايوه شونس، هو مين اللي كان سأل؟ انا كده جاوبت ولا لا؟ تمام يا باشمهندس، شكرا. باشمهندس بعد اذنك،
هو السؤال اللي دلوقتي في دماغي انا، هل مشروع التخرج انا بتسأل انا عملت ايه فيه بعد ما اخلص، سواء اي مكان انا بروح فيه فهو بيعتمدوا عليه كحاجه اساسيه سواء في تقديره او في شغله، ولا الموضوع ما بيبقاش اساسي بعد كده؟ انا كنت جاوبت على الموضوع ده من شويه، قلت لك انت يعني الموضوع المشروع مش هيضيف لك اللي هي الاضافه اللي هتشغلك، لكن هتخلي لو انت في حد مثلا بيقدم معاك على وظيفه معينه، يعني مثلا انت بتقدم على روتيتنج ايكويبمنت انجينير وانت راجل مهندس ميكانيكا لسه متخرج فمش عارف حاجه، اتنين مثلا بيقدموا، فواحد كان مشروع التخرج بتاعه تيربو ماشينري، فهو لما يجي يقعد مع الناس في الشركه هيقنعهم بنفسه، فاهم قصدي؟ هيبقى فاهم الدنيا فيها ايه. الكلام ده بعيدا عن تقديره، بعيدا عن تقدير التقدير العام قصدك ولا تقدير المشروع؟ سواء ده او ده. طيب بص، التقدير العام في شركات يعني في شركات هو الشركه مثلا عايزه اقل حاجه جيد او اقل حاجه جيد جدا، فاهم قصدي؟ تقدير المشروع مش هيفرق يعني، الا بقى لو هو مثلا زي ما بقول لك المشروع له علاقه بالشغل اللي انت بتقدمه، فهو مثلا لا جاي في المشروع جيد، هي بتحصلش يعني ان هو حد يقل عن جيد جدا يعني، بس مثلا فهتبقى اكيد هيشك يعني في الموضوع اللي هو انت كده مش فاهم اصلا، مش فاهم في المجال اللي انت داخل فيه، فاهم قصدي؟ وده كمان كان مشروع التخرج بتاعك. التقدير يعني لو انت بتتكلم بقى على التقدير العام عامه، فلا هو بصراحه مهم يعني، انتوا لو كده لو حد كان تقديره واقع او كده يعني يلحق يظبط الدنيا، وما يسمعوش لحد يقول لكم التقدير ملوش لازمه والكلام ده، لان الكلام ده مش حقيقي. في شركات اصلا بتبتدي تقول لك مثلا عايز اقل حاجه جاي جدا او اقل حاجه جاي، يعني حاول على قد ما تقدر تخرج بمينيموم جاي، يعني ابعد عن المجهول دي خالص. انا الثاني عام كنت بتدفع نتو دفعه كويسه يعني يا عم. ماشي، بصوا دي مثلا ده مصنع او ايا كان، يعني ده دي سنتريفوجال بامب بيبقى فيه كمان، لو انت مصنع ما ينفعش يقف. انت شايفين الصوره ولا لا؟ ايوه تمام. ماشي، لو انت مصنع مثلا يعني كنت رحت مصنع السكر في مصنع السكر في الحوانديه، مصنع كبير يعني، فمصنع زي كده ما ينفعش يقف، فبيبقى حاجات ستاند باي يعني، مثلا هو عنده 6 مضخات بيجيب واحده ستاند باي، ان هو لو مش ستاند باي بقى بشرط ان مش لازم ان هي تعطل، لا حاجات ساعات فيه بيبقى محتاج ان هو يعمل لها صيانه والكلام ده كله، فبيحتاج مثلا لو وقف واحده ما ينفعش المصنع يقف، فبيجيب لازم بيبقى عنده حاجه ستاند باي. تمام، ده هنا الامبلر اتكلمنا عنه، دي برضو صورة وحشة. بصوا دي الأجزاء دي أجزاء البوم، ده اسمه سكشن سايد اللي هو اللي بيسحب منه، زي ما قلت لكم بيبقى أكسيال في الغالب يعني، وده البريشر سايد اللي هو اللي بيرمي عليه يعني. تمام، وده الإمبيلر، وده الكيسنج أو بيتسمى فوليوت. تمام، وده هنا بيبقى الموتور اللي بيتحط في يا اما انت بتجيب الموتور ب ار بي ام ثابت، يا اما بيبقى في اللي هو الفاريبل اللي انت بتتحكم يعني في السرعه بتاعته. تمام، هنا بيقول لك ده روتيتنج دايركشن، يعني ان هو بيتلف كده. حلو، موضوع الروتيتنج دايركشن ده بيقول لك على حاجه، ده كده الامبيلر، انتوا متخيلين الشكل ده؟ تمام، دي اداه شكل ريشه يعني عامه. طيب لو احنا بنتكلم على البامب، الامبلر يلف كده ولا العكس؟ يعني كلوك وايز ولا لا؟ لا كاونتر، بيتهيألي كاونتر. كاونتر؟ طب ليه؟ ليه؟ علشان البليد انجل، الانجل اوف اتاك. الانجل اوف اتاك؟ مالها يعني؟ لو هي مش هتحقق نفس نقطة الأداء بتاعتك الديزاين بوينت. بص، هو لازم هيلف كده ليه؟ لأن هي لو الإمبلر لف كده الحاجة دي أدفانسد تيك يعني، بس لو لف كده الماية أصلا يعني هتخش كده، فاهم يعني؟ تخيل ده كده هيلف كده، الماية هتمشي العكس، فمش هيحصل فلو أصلا.
يعني مثلا ده تخيل ان ده كده ستريم لاين. ايوه ما انت البوينت بقت اوت اوف ذا كيرف اصلا اللي انت شغال عنده. البوينت اوت كيرف ازاي؟ انت الكيرف ده فيه تو بوينتس، الشات اوف هيد والفري، فانت النقطه بتاعتك بتتحرك بينهم تبقى اللود. هو هي هتنفع يعني تنفع تنفع تلف العكس، بس ده بيبقى في الكمبريسور. بس في الكمبريسور انت بتتعامل مع هواء مش ميه. وفي ال او البلاور، عارفين بلاور اكيد. اي تمام. البلاور انت بتعمل العكس، لان انت في البلاور بتبقى محتاج كاينتك انرجي عاليه. تمام. مش القصه كلها قايمه على الليفت اصلا ولا لا؟ ده في الاكس. ليفت ازاي؟ لا في الاكس، في الاكس سوري. تمام. دي برضو ماشي. حد كان قال لي من شوية مالتي ستيج بوم، مين اللي كان قال دي مالتي ستيج بوم؟ دي مثلا كانت موجودة في المعمل، يعني هقول لكم دي كانت موجودة في المعمل، في آخر معمل أنا حضرته ما كنتش عارف بصراحة هي إيه أصلا. كان المعمل الأخير، المعمل الأخير كان من اسبوعين، فكنت اقول لهم يا جماعه، كنت بقول للمعيد يعني مثلا المعيد هي دي نوع البامب دي ايه، فما حدش كان عارف. وفي الاخر قلنا هي بوزيتيف ديسبليس. بعد كده لما دورت يعني اكتشفت ان هي مالتي ستيج. دي مالتي ستيج بامب، هي دي لازم تبقى اكسل يا باشمهندس. لا هي دي مش دي سنتريفيجال. عادي دي سنتريفيجال. بس هي دي يا باشمهندس بتبقى بتطلع ضغط قليل، اللي هو بتعوض اللي هي اللوسس القليله مثلا في صح؟ دي بيطلع ايه؟ بقول لك هي دي بتطلع بريشر اقل، اللي هي بتعوض مثلا بتكون في الفاير فايتنج بلانتس. لا دي بتطلع بريشر عالي. ثواني هي هحاول اشوف لكم صوره ثانيه لل مش عارف عندي ولا لا. حوالي يعني انا لما رحت فاير فايتنج بلانت كانت في حاجه شبه كده، وكانت بتطلع مثلا بتعوض اللوسز حوالي 2 بار. لا اللي انت بتتكلم عليها دي حاجه ثانيه. اللي انت بتتكلم عليها دي اللي هي المضخه اللي بتشتغل لما الجوكي لما يحصل فرق ضغط قليل، قصدك عليها اللي هي اللي هي الجوكي بامب. لا دي حاجه تانية. اللي انت بتتكلم عليها دي بتبقى زي بامب صغيره، عشان لما يحصل دلتا بي قليله ما شغلش المضخه الكبيره، فاهم؟ بالظبط. تمام. بصوا دي ده زي كروس سيكشن ليها. تمام. هي نفس فكره البومب العاديه، بس الفكره ان انا بقى حطيت كذا امبيلر. فاكرين الامبيلر؟ ايوه. تمام. فالفكره ان انا هنا حطيت كذا امبيلر، الكيو او الفلوريد بيبقى ثابت، يعني الفلوريد ثابت لكن الهيد بقى بيعلى قوي او البريشر. طب هي ازاي يا باشمهندس حضرتك قلت بتركب بارلل؟ بتركب ايه؟ بارلل ولا لازم سيريس؟ لا ال مش بتركب ازاي؟ انا كنت قلت لكم من شويه ان المالتي ستيج هي سيريس. يعني مثلا انت المالتي ستيج هي لو جبت كذا كذا بام وصلتهم ببعض سيريس، فاهم قصدي؟ سيريس يعني الخارجي دي هيخش على الدخل بتاع الثاني. هنا هو عمل نفس الكلام، بس بدل بقى ما يجيب كذا بامب لا هو حط كذا امبيلر، فاهم قصدي؟ تمام. عشان كده دي تعتبر هي دي. بس دي بنستخدمها لو عايزين هيد عالي او بريشر عالي. بصوا هي شكلها اصلا اللي انت تبص عليها تقول بص ديسبليسمنت. احنا حتى في الاول زي ما قلت لكم كنا قلنا ان هي بص ديسبليسمنت. ماشي. انا دي يعني حاجه قلت لكم حبيت اقول لكم عليها. نرجع للكتاب. الموضوع بقى عباره يعني عباره عن ايه؟ من الديزاين بقى ان احنا
الموضوع متاخد زي شركات او كده، فهو الموضوع براكتيكال شويه. يعني ناس عملت مثلا جربت كذا كذا مره علشان تشوف مثلا الديامتر، هبقى محتاج ديامتر قد ايه او الكلام ده. فاهم؟ انت مش فاهمينه؟ فاهمين ولا لا؟ حد فاهم؟ طيب ان الموضوع بنسبه كبيره مش هيبقى افتكاسه جديده مني، يعني الموضوع في الغالب هيبقى حاجه بقلد حاجه معموله قبل كده. يعني بالظبط كده. هو عامه سؤال يا باشمهندس، اتفضل. هو المفروض الكيرفات دي يعني بتبقى بيست افيشنسي ولا ايه بالظبط؟ بتبقى بيست افيشنسي ولا ايه؟ ماشي. بص، الموضوع البيست افيشنسي برضه بتبقى سيلكشن. سيلكشن ازاي؟ ان انت مثلا بتختار عدد بقى الستيجز اللي عندك او عدد المراحل اللي عندك، وبتختار انت لو انت بقى تخش في ستيشن، تختار الستيشن دي بتاع البمبات اللي معاك دي هتبقى تصرف سيريس ولا بارل او الكلام ده كله. ده كله بتحدده على حسب الافشنسي اللي معاك. يعني مثلا انت دلوقتي عايز كيو كذا وهيد كذا، تمام؟ تمام. شوف انت هتجيب بقى كام بمب. طب ما انا مثلا ما اجيب خمسه، او ايه اللي يخليني اجيب خمسه مش اربعه، او اربعه مش خمسه؟ بيبقى على حسب الافشنسي بقى بتاعتك. ممكن اشوف لكم كان في كيرف هنا. انا قصدي يعني مثلا لو البوينت بتاعتي جت بين كيرفين عادي ولا لازم اثبت على كيرف واحد مثلا؟ يعني ايه بين كيرفين؟ يعني انا مثلا جبت مثلا الفلو 5000 سي اف ام مثلا، وطلعت عند 120 باسكال، وال 120 باسكال دي جت مثلا بين تو كيرفز، فكده يبقى عندي انا عندي تو سايزز. ده على حسب ما شفته قبل كده الكيرف ده يعني. فهل كده احنا ناخد بين الكيرفين عادي، يعني ناخد البوينت دي عادي، ولا لازم اخد مثلا النقطة اللي بعدها؟ هو انا مش واصل لي او انت بتتكلم عن عين شارت بصراحة؟ السنترفيجن. انت الكيرف شفته هنا طيب؟ ولا الكيرف انت اللي انت بتتكلم عن كيرف؟ تحت تحت. هو ده بين الكيرف يا باشمهندس، هو غالبا قصده الاتش كيو كيرف اللي هو بريشر فلو كيرف. ايوه هو ده. ماشي، ماله بقى؟ البوينت بتاعتي لازم تيجي. بص، ماشي تمام. هو في انت بيبقى عندك كيرفين، في سيستم كيرف وفي البامب كيرف. انتوا عشان ما خدتوش، انتوا ما خدتوش باي باي. ماشي. بص، هو بيبقى عندك كيرفين، سيستم كيرف والبامب كيرف، تمام؟ البامب كيرف ده لو هي الار بي ام بتاعتها متغيره فانت بتلعب، تقدر تلعب فيه. لو الار بي ام مش متغيره فالكيرف بتاع البامب بيبقى كونستنت او مش هتلعب فيه. اللي بيبقى متغير تمام. عندك الكيرف بتاع السيستم. تمام. الكيرف بتاع السيستم متغير على اساس ايه؟ بيبقى على اساس الفلوريت والهيد. اي حاجه تمام. فيهم متغير الكيرف ده بيتغير. تمام. تمام. تقاطع بقى الكيرف بتاع البامب مع الكيرف بتاع السيستم بيديك بوينت. البوينت دي هي اللي بتحدد على اساس الافشنسي. فاهم قصدي؟ بس كده. دي كان دي دبل سكشن. شايفين الصورة دي؟ هو انتوا برضه يا باشمهندس ولا هو انتوا سنجل انلت ولا المشروع بتاعكم برضه دبل سكشن؟ احنا دبل سكشن. نعم؟ لا انتوا دبل سكشن. تمام تمام. حد متخيل طيب الرسمة دي؟ الفلو كده بيخش من ناحيتي. تمام. بصوا، ده الشافت اللي عندنا اللي هو اللي جاي من الموتور. تمام. ده كده القلت اهو، اللي هي الحته دي والحته دي. ده ايه طيب؟ ده الامبلر. ده وده هو ده امبلر واحد، وده دبل سكشن. فيبقى عندك تو امبلرز في البامب. تمام. سيمتري. بالظبط. ليه طيب؟ حد عارف ليه طيب بنختار دبل سكشن اصلا؟ يعني ايه اللي ايه؟ خلينا نروح للدبل سكشن؟ محتاج فلو اعلى ممكن؟ زود بريشر غالبا. عشان ايه تاني؟ زود بريشر. البريشر؟ لا، هو الموضوع مش بتبقى علشان اصلا في يعني الهدف الرئيسي ليها ان انا بقلل الاكسل ثرست.
الايه ليه بقى للاكسل ثروست الاكسل ثروست او الاكسل فورس بس مش كده الفلو زاد اصلا. لا هقول لك على حاجه، بص هنا شايفين السكشن سايد ده تمام، وفي البريشر سايد، البريشر هنا ماله اعلى بوزيتيف، البريشر هنا قليل، فبيحصل زي اكسل ثروست ده ان هو بيبقى فيه فورس بيزق لك الامبلر كده ناحيه الشافت كده، فاهم قصدي؟ تمام، فبتبقى نت بزيرو لو في دبل بالظبط، فانت لما بتعمل دبل الفورس بتطير بعضها. طب بس يا باشمهندس هي مش المفروض سيمتريك يعني كده، انا عامل اتنين سنجل كده بيتهيألي فلو اعلى ولا لا؟ ما انا قلت لك بتعلي الفلو. تمام، لان انت مثلا لو عايز البامب 800 مثلا 800 متر مثلا، فبتقسم بقى بتقسمها على اتنين، كل امبلر بيبقى واخد نص الفلو، بتعمل بقى الديزاين بتاعك على اساس كده. ده هو دبل امبلر، دبل سكشن امبلر، متخيلينه؟ دي الرسمه اللي كنت جايبها لكم. ده ايه طيب الحته دي ايه؟ ده كليرنس بين الامبلر وبين الكيسنج. بالظبط، ده الكيسنج او الفليوت اللي هو اللي بيجمع لي الفلو بعد كده علشان يخرج يعني. ودي بقى حاجات كلها علشان علشان ايه؟ الحاجات دي ده بيرنجز بين الكيسنج والشافت، دي زي سيلز او كده علشان الفلو ما يهربش، علشان ما يحصلش ليكج. تمام تمام، بس انا مش عايز اصدقك اكتر من كده يعني، هو الموضوع اكبر من كده، او يعني مش اكبر من كده يعني. انا كنت قلت الحافظ برضو ان هو احسن ان احنا نخلي الميتنج ده في اخر السنه، بحيث ان الرؤيه بالنسبه لنا تبقى واضحه، بحيث ان احنا لما نقول يعني، انا مش عايز اكتر في الكلام برضو اكتر من كده، علشان انا مش بحب اقول حاجه انا مش متاكد منها، او حاجه انا مش عارفها قوي. تمام، فكنت يعني الفكره كنت بقول لحافظ ان احنا نخليها في اخر السنه، بحيث ان نقول لكم احنا خدنا بقى تقدير ايه او الكلام ده، او الدكتور في الاخر عمل معانا ايه او الكلام ده كله. تمام، ثواني هعمل. فلو كده ان شاء الله عادي مفيش مشكله، ممكن برضو على ممكن على اخر السنه. باشمهندس معلش، طب سؤال كده ليه علاقه بالدكاتره، هل الدكاتره طريقتهم متعاونة ولا انت من الاخر زي ما بتقول كده هتترمي في البحر وانت هتعوم لوحدك؟ تمام، دي بوينت حلوه. بص، في باقي المشاريع او الكلام ده من اللي بسمعه من صحابي يعني، اكيد في التبريد مثلا او الريت ده هم متسابين يعني، ايه متسابين، الدكتور مثلا بيخش يقول لهم انتوا هتعملوا كذا كذا ويسيبهم يعيشوا حياتهم مع نفسهم. البروجكت بتاعي مش كده يعني، الدكتور جلال بصراحه ظبطنا شويه في نقطه الشرح. احنا في الاول كانت الدنيا بصراحه مش قد كده يعني، كنا زهقانين، لان زي ما قلت لكم كان الماده تقيله اصلا، فالدرجات كانت قد كده برضه معانا، فكنا زهقانين من الموضوع يعني في الترم الاول. من فتره مش كبيره يعني الدنيا ابتدت توضح شويه، ودكتور جلال اللي هو بيخش بيعاملك كأن انت في محاضره او سيكشن، وبيقعد بقى يشرح لنا يعني كل حاجه عن الـ عن الـ عن البامب نفسها، وان احنا نعمل ديزاين ازاي واحده واحده بقى، فاهم قصدي؟ فلا هو لو انت كان سؤالك ان انت الدكتور هيسيبك ولا لا، فلا هو هيمشي معاك ستيب باي ستيب. بس هو المشروع مع دكتور جلال ودكتور شادي، ولا دكتور شادي ماسك جزء، او هو انتوا اللي ما اخترتوش تكملوا فيه؟ لا هو دكتور جلال ودكتور شادي، بس هو بصفه رئيسيه يعني او فاكتور رئيسي لدكتور جلال. ونفس الماده التربو ماشينري بيديها دكتور جلال ولا دكتور تاني؟ دكتور جلال ودكتور شادي ودكتور مصطفى. خلاص، هو ده دكتور جلال مصطفى يا باشمهندس؟ لا دكتور جلال مصطفى ده حد تاني. تمام، دكتور جلال طلب والله.
طب بس مهندس، وانا بختار انا التربو ماشين بتاعتي ولا بتتفرض عليا؟ ترى ولا بتشتغل عليك؟ هو في الاغلب انت بتشتغل يعني بتشتغل ديزاين يعني في الاغلب، هي في الغالب في الالكترونيك. انت عايز تختار ايه تاني في الالكترونيك؟ ممكن مثلا سنتريفيجال فان كومبريسور. لا عادي ماشي، هو الكوتو فليكسبل يعني، النقطة دي مش هيجبر عليك حاجة، مش هيجبرك على حاجة. تمام. تمام. حد عنده أسئلة؟ السلام عليكم. بعد إذنك يا باشمهندس، أستغل الأجازة الجاية دي أحسن استغلال من وجهة نظرك إزاي؟ الإجازة اللي جاية؟ يعني بص، يعني ذاكر أول، شوف حاجة جديدة بس بجد يعني، حاولوا يعني ما تقضيهاش مذاكرة، بحيث إن أنت يعني السنة دي فعلا رابعة أو كده، سنة تقيلة، فما تضغطش نفسك في الأجازة كمان. حاول تسيب نفسك مساحة شوية إن أنت ترفه يعني عن نفسك وكده، بس فتستغلها إزاي، تشوف أنت بتحب إيه أو إن أنت هتخش بروجكت إيه، وذاكر يعني في المجال نفسه، أو أنت شوف إن أنت بتحب إيه أو عايز تشتغل في إيه بعد كده، وخد كورسز مثلا كتير عليها حاجات كتير، في كذا حاجه مثلا، شوف لو انت حابب تكمل في ايه بعد كده. في ناس مثلا عايزه تكمل ماستر بره او الكلام ده، ليه يعني؟ لو حد مهتم ان هو يعمل ماستر بره او الكلام ده يبقى يكلم. بس طب بس مهندس معلش، البرامج اللي هنشتغل بيها ايه بالظبط؟ البرامج زي ما قلت لكم في الاول، هو المفروض كنا هنشتغل انسز مع دكتور جلال سي في، بس يعني احنا متفقين احنا لو فاض معانا وقت هنشتغل، هنكمل ان احنا نعمل سيميليشن للديزاين بتاعنا على انسل، لكن لحد دلوقتي ان احنا ما اشتغلناش يعني في انسل دي سي فورس. ما فيش اي حاجه مثلا فيها ايتريشن؟ هو رقم واحد هو سي او سي. تمام. تمام. حد عنده اسئله تاني؟ طب باشمهندس معلش اخر سؤال، واحنا بقى يطلب منا سيميوليشن في الاخر مثلا، ان انا بقى عايز اشغل التربو ماشين دي؟ لا بتكلم على البروجكت نفسه. او مثلا لا. ممكن يطلبوا مره مثلا زي ما بقول لك اللي ليه في المرور في الشغل، هو المشروع بصفه رئيسيه مع دكتور انا بس عايز اقول في الاخر حاجه، لو انت فعلا مش مهتم بالمجال او مش مهتم بالمجال، لو انت يعني عايز تجيب تقدير بصفه عامه ومش عايز تتقل على نفسك في الروعه عامه، ابعد عن الموضوع ده، شوف اي حاجه ثانيه، خش الموضوع الا لو انت مهتم بالمجال وعايز تتعلم فعلا. طب يعني المشروع سايب لكم مساحه ان انتوا تذاكروا مثلا بقيه المواد؟ يعني الدنيا لذيذه ولا؟ لا عادي اصلا، يعني احنا قبل الميد تيرم مثلا كنا المحاضره كنا بنطلب من الدكتور ان احنا نروح، الدنيا مش معقده قوي يعني، بس هي بالنسبه مقارنه بباقي المشاريع هو تي، لكن انت عادي هتعرف تذاكر وتعرف تذاكر. انا كان اللي داخل معايا من البروجكت كان داخل معانا 3 من اول 10 على طول. تمام يا باشمهندس. تمام. حد عنده اسئله ثانيه؟ اللي عايز بقى يستفسر عن اي حاجه من حضرتك يكبر في الاجازه، صح كده؟ عايز يستفسر؟ لا هتصور اي حاجه، مع الدكتور رقمي واللينك بتاعي والفيسبوك واي حاجه. ثواني ابعت لكم هنا في المسج. ده رقم اهو معاكم، لأي حد يحتاج حاجة يبعت لي، ولو عايزين لينك الدين بتاعي ممكن تخشوا تبعتوا لي، هبعت لكم اللينك بتاعي. تمام؟ تمام يا باشمهندس، شكرا. نعم شكرا. حد عنده أي أسئلة تاني؟ إلا هي معلش سؤال كده بره الموضوع، هل الستودنت أكتيفيتي مهمة؟ هتفرق في السي في بتاعي؟
الستودنت اكتيفيتي هتفرق في السي في بتاعي ولا حاجه؟ اي السنه دي اكتيفيتي مهمه طبعا. هو انا كنت بالنسبه للستودنت اكتيفيتي انا كنت في اتحاد الطلبه ودخلت كي فيكتور كنت انستراكتور اوتوموتيف ودخلت فورمولا وكنت مندوب دفعتي سنتين. فلا هي السنت اكتيفيتي كمان هتعلمك اكتر ان انت يعني هتديك سوفت سكيلز او سكيلز مش تكنيكال بقى ان انت لما تخش شركه ان انت تعرف تتعامل مع الناس عامه. انا شايف ان وجهه نظري يعني انت اهم حاجه التعامل لان انت لو جامد جدا ومش عارف تظبط شغلك او مش عارف تتعامل مع اللي حواليك فدي مشكله. دي مشكله انا شايفها في الناس اللي معانا في الكليه عامه يعني ان هو ممكن يبقى هو كويس كتكنيكال بس مش بيعرف يتعامل قوي مع الناس. تمام. طب انا كواحد فاضل لي ثلاث شهور اخش رابعه وما دخلتش سنه تكتيكال قبل كده اكبر دماغي بقى خلاص ولا عافر وكده في اي حاجه كده وخلاص ثلاث شهور دول؟ لو انت تقديرك السنه اللي فاتت كان كويس ممكن تشوف سنه تكتيكال، لكن لو انت تقديرك كان وحش فانا في رايي يعني ان انت تفكس للموضوع وتحسن تقديرك احسن. يعني لو هتلاقي الموضوع هيجي على التأثير جامد فلا يعني في ناس بتعرف تظبط الاثنين. يا باشمهندس تعمل لي سويت اكتيفيتي دي لسه متاحه لحد دلوقتي اصلا يبقى في الرابعه تكون كويسه بعدين دلوقتي ولا قصدك على السنه الجايه؟ معظم الستودنت اكتيفيتيز بتحتاج حد في ثانيه او اولى ما بيقبلوش حد خلاص في ثالثه سنه وخلاص. لا ما فيش الكلام ده عادي هيقبلوك عادي. لا ما انا سالت معظمهم قالوا لا احنا عايزين طلبة نعلمهم يقعدوا سنتين معانا. بتتكلم على انهي ستودنت اكتيفيتي؟ فورمولا تقريبا اخره ما بيقبلوش حد في رابعه. لا بص فورمولا مش ستودنت اكتيفيتي بس ستودنت اكتيفيتي بتاع ما انا فاهم الموضوع غلط. لا ما سمعت مهندس معلش لو حد بيشتغل في الاجازه او حد عنده خبره ان هو بيشتغل وبيتعامل مع الناس وكده الستودنت اكتيفيتي ساعتها مهمه ولا اكبر دماغي واركز في الشغل؟ اركز في الشغل انت قصدك تشتغل يعني شغل عادي جدا بعيد عن مجالنا. لا لو انت مثلا بتشتغل مع الدراسه فلا اركز في الستودنت اكتيفيتي عادي. لا مش قصدي قصدك ايه؟ الشغل العادي الشغل اللي انت ممكن تشتغله في الاجازه في ناس منهم ممكن تنزل شغل في اي مجال بعيد عن الهندسه ده يعوض انت اكتيفيتي بحيث ان هو بيعلمك سوفت سكيلز وكده ولا السوفت سكيلز حاجه بعيده خالص عن الكلام ده؟ هو السوفت سكيلز يعني ان انت تبقى بتعرف تتعامل بتعرف تعمل برزنتيشن بتعرف تتكلم قدام الناس الكلام ده كله فاهم قصدي؟ فانت لو انت بتشتغل شغل او انت اصلا شخص اجتماعي او الكلام ده كله فمش شرط بس هو يفضل يعني ان انت تبقى كاتب حاجه في السي في. يعني هو في ناس مثلا بتخش اللي هو تبقى داخل على الشركه او بعت السي في بتاعك انت كاتب ان انت شاركت في حاجه او توقعت في حاجه فاهم قصدي؟ في ناس بتبقى حابه او في شركات بتبقى حابه ان انت تبقى توقعت في حاجه او دخلت اي عمل تطوعي. يعني كنت قعدت مع حد قبل كده بيقول لي انا لو جالي سي في حد هو ما شاركش خالص في اي سنه انت كتبت انا كنت باخد برضه فاهم قصدي؟ فدي بترجع برضه للشركه او المكان اللي انت بتقدم فيه. يعني هو في مكان هو بيبص لك ان انت لو انت جامد تكنيكال خلاص هو زي ام بي مثلا. ام بي هو لو انت من الاوائل انت لو ايه هياخدك حاجه. في اماكن ثانيه او في بقى الشركات المالتي ناشونال او كده لا انت بيبقوا مهتمين بالسوفت سكيلز. يعني انت بتبقى اكيد بتعرف تعمل بالبرزنتيشن عامه. تمام باشمهندس. تمام. حد عنده اسئله ثاني؟ تمام. انا زي ما قلت لكم لو اي حد احتاج حاجه انا بقى.